الصحة والجمال لون جديد للحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الكرام في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا البرنامج الطيب المبارك، برنامج بورصة الزواج. الحلقة اللي فاتت مشاهدينا الكرام اتكلمنا ازاي احنا نختار شريك الحياة، يعني ازاي انا اختار شريكة حياتي، ازاي انت تختاري شريك حياتك. ايضا في هذه الحلقة هنكمل موضوع الحلقة اللي فاتت ازاي كاختار شريك الحياة، ولكن مع فضيلة الدكتور محمد منصور مدرب إرشاد أسري. في البداية بنرحب بحضرتك فضيلة الدكتور محمد. دكتور محمد، احنا طبعا كل إنسان فينا يعني الزواج هي سنة وفطرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا بد من كل إنسان إذا كانت عنده القدرة بجميع الأحوال كما تبين لنا من الرسول صلى الله عليه وسلم. فاحنا عايزين نعرف المقاييس يعني ازاي انا اختار شريكة حياتي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اخي الحبيب واخي الفاضل، شريك الحياة ممكن تكون كلمة بسيطة، شريك الحياة، لكن الاصعب من الكلمة الاختيار، ان انا عايز اختار شريك الحياه. تمام. فالنهارده في ظل التفتح اللي احنا فيه والعلم والعلماء وجزاهم الله عنا خيرا، علماء النفس اللي موجودين على الساحه هنا او بره او في اي مكان، ما بيفيش ثغره غير لما ابتدوا يفتشوا عنها. ومن ضمن الثغرات اللي كانت موجوده نسبه الطلاق الكتير. ابتدينا نبص طب ايه غير نسبه الطلاق؟ يبقى لازم نجيب المشكله ونشوف حلها. فكان حلها في مقاييس زي ما انت قلت لاختيار شريك الحياة. طيب انا عايز اقول حاجة قبل كلمة مقاييس يعني او قبل اختيار. تمام. عايز اقول انا مين؟ انا عايز ايه؟ النهاردة انت لما تيجي تسألني تقول لحضرتك عايز ايه في شريك الحياة؟ تمام. عايزه كويس، عايزه جميل، عايزه حلو، عايزها امورة، عايزها متعلمة، عايزها متفتحة، عايزها يعني تحفظني. كل انسان بيبقى له مواصفات معينة في اختيار شريك الحياة. انا ايه؟ يبقى لازم تفهم نفسك الاول. لازم افهم انا ايه، انا عايز شريك الحياه بتاعي في ايه. تمام. انا ايه اللي هقدر هديه لشريك الحياه من هنا؟ طب اعرف انا ايه ازاي بقى؟ انا ايه دي النهارده موجوده، انت تتكلم مع نفسك بصراحه بوضوح. محمد منصور قاعد مع نفسه بيحط المقاييس. انا عصبي، يبقى عايز واحده تستحمل العصبيه. تمام. انا سكوتي، ما بتكلمش كتير، عايز واحده تستحمل السكوت. يعني ممكن تكون رومانسيه. الرومانسي مع السكوتي بيبقى كويس. هي بتتامل فيه وهو ساكت، يبقى لازم فيه شخصيتي انا الاول. تمام. يعني بنحاول ان احنا بندور على مكمل. بالظبط. تمام. يعني النهارده لما حضرتك تيجي تدور بتقول عايز اشيل الورق ده في حافظه معينه، بص انت قلت ايه؟ عايز تشيل الورق في حافظه معينه. طيب ايه هي مواصفات المحافظه يا فندم؟ والله مواصفاتها تستحمل تشيل 500 ورقه، ليها تيكت، عليها باسورد معين. الله الله الله، جبت. تمام. يعني اخترت مواصفات كتير ليها. طب قبل المواصفات دي خاصه بيك انت، ممكن تختار بدل الحافظه تختار خزنه. ليه؟ الورق قيم. يبقى انا عرفت ان الورق قيم، يبقى تمام. لابد الاول قبل المقاييس، ودي بنقطه بنقع فيها كويس جدا. قبل المقاييس اللي حطها لاختيار شريك الحياه افهم انا مين. ممكن كان مثلا على طول بنقوله في حلقاتنا دايما، واحد كان يكلم مراته بعد الجواز مثلا يقول لها ايه؟ وحشتيني، بحبك، دب. يضربها. هو نمطه مقاتل، هو نمطه ايه؟ مقاتل. لكن ممكن يكون محبوب يا دكتور، هو بيحبها وهي بتحبه. تمام. بس بتشتكي ان ايديه تقيله، بس هو كده بيعبرها عن الحب. ففهم الشخصيات. وفهم الشخصيات يا سيد الفاضل ما بيجيش الا من فهم شخصيته هو. انا مين؟ انا هي هتحتويني ازاي؟ ايه ده؟ هي لازم شريك الحياه تحتويك؟ طبعا. طيب لما شريك الحياه يحتويني نبدا بقى من فتره الخطوبه. انا فهمت نفسي خلاص. تمام. انا محمد ومطلوب مني ان انا عايز 1 2 3 4 مواصفات معينه. مواصفات. تمام. معينه طبقا لمواصفاتي اللي هتكملني. طبقا لمواصفاتي اللي هتكلمني. واول ما تكمل مواصفاتك بنيجي نتكلم. اي خطوبه انا وانت حضرتك لسه عارفين بعض، انا بحبك وانت بتحبني. تمام. انا بنجذب ليك وانت حضرتك بتنجذب ليا. تمام. انا بقول فيك شعر وحضرتك بتقول فيا شعر. تمام. بعد الانجذاب والانبهار ببعض بيبتدي يظهر معانا النقطة التانية اللي هي
ايه ده؟ بعد الانبهار ببتدي بقى الاختلافات، ببتدي اعرفك، ببتدي ابص على عيوبك. تمام. يعني في مننا بيقبل عيوبك وفي مننا ما بيقبلش العيوب. تمام. وفي عندنا ناس بتقف عندها لا ما ينفعش ازاي، بس ان انا اقبل العيوب. يعني العيوب لما بتيجي بعد الحب والانسان بيتغاضى عنها فده حبا فيها. يعني انا لو بحب انسانه ولقيت حب كتير جدا وبعد كده لقيت عندها عيوب، انا بشوف العيوب دي اكنها مميزات برضه. طب ما نخليها قبل كده بلاش بعد كده. لا قبل كده ما ممنوع طبعا، ان انا لو شفت عيوب الاول بعد كده المميزات. احنا قلنا حب وانبهار، صعب ان انا هتحمل المميزات بعد العيوب. لا احنا قلنا حب وانبهار بعد كده في مشاركه في التعامل. جميل كده. بعد كده ابتدت تظهر العيوب، بس انت عندك مميزات. انت نفسك بصيت للعيوب ليه؟ احنا بنتكلم دلوقتي برضو انت بصيت للعيوب. ده عيب فينا على فكره، عيب بشري. يعني انت بصيت للعيوب. لا بص للمميزات. مستوازن. تمام. انا اكون ايجابي مع نفسي، ابص للمميزات. كريمه، اصيله، من بيت كبير، حسب ونسب، والنبي اتكلم عليه في بعض الاحاديث كتيره موضوع الحسب والنسب. على اساس بعد كده في مننا النهارده بيقول انا يعني ايه الواجب يا بابا اللي انت عملته معايا؟ يا حبيبي انا عملت لك واجب جميل جدا، انا اخترت لك ام ان انت ما تعيرش بيها بعد كده. يعني شوف الاختيار. تمام. وشوف الرد، اخترت لك ام ما تعيرش بيها بعد كده. طيب بعد الانجذاب وبعد ان انت خلاص بقينا خلاص بقى عرفنا الانطباع بتاع بعض، بنقع في غلطه كبيره جدا بعد الجواز. ايه هي الغلطه يا استاذ محمد؟ الغلطه ان انا فكرت ان انت عرفتني وانت ما عرفتنيش. تمام. يعني انا دلوقتي خلاص انا عرفت ان احنا اصحاب انا وانت حضرتك. تمام. وبنقعد على الكافيه او على الكافيتيريا او بنروح اي مكان، فانت متوقع انا حاسب وانت تحاسب. طب ما نرجع لفتره الخطوبه الاول. ما هي دي يعني خلينا ناخدها تدرجي لما نتكلم عن الزواج. ما دي هنقع برضو فيها في الخطوبه. تمام. بس انا بجيب لك المثال. بيجي بدايته منين؟ يعني بيجي بدايته منين؟ تمام. بيجي بدايته من هنا من الخطوبه. يعني احنا خلاص عرفنا ان احنا عرفنا بعض وبقيت مواصفاتنا زي بعض وشبه بعض. ده خاطئ تماما. كذلك في الخطوبه. تمام. جميل. طيب النهارده نيجي نقول 30% من نسب الطلاق او 30% يا سيدي بلاش الطلاق، 30% من نسبه الخطوبه وان هي تبوظ او ما تنجحش العلاقه اللي فشل هي العلاقه في فشل العلاقه الخطوبه. تمام. بيبقى انا عايز هي مثلا في بيتها وليكن في ضغوط نفسيه عايز تهرب منها. فتوافق على اي حد. بيؤدي في النهايه الى تمام خطوبه فاشله يا اما جواز فاشل. ده اسمه الزواج الهروبي. ده لو كان ضغط من اهلها. جميل. نرجع تاني لنقطه المقاييس اللي كنا بنتكلم. طب احنا قبل ما نتكلم في نقطه المقاييس يا دكتور هنشوف فيديو صغير كده ونرجع نكمل. اوكي. رجعنا لكم مره تانية مع فضيله الدكتور محمد منصور. فضيله الدكتور كنا بنتكلم عن المقاييس، توقفنا عليها. يعني احنا ممكن نكمل الموضوع. اتفضل. وقبل ما اكمل موضوعي هي في حاجه جميله قوي ذكرت في الفيديو لمستني انا شخصيا وانا بحب اتكلم فيها في كل محاضراتي وفي كل كلامي مع اصدقائي واصحابي، وهي يمكن جت قدرا انا ما اعرفش الفيديو اللي انت مرتبينه طبعا. لكن الرومانسيه صدقني لو اي اب وام عندهم 10% رومانسيه في البيت هيخرجوا اولاد متفهمين. احب ابني، انا رومانسي مع ابني، انا رومانسيه مع بنتي، صدقني مش هيحتاج لحاجات كتير قوي بره فعلا توقعنا في الغلط. تمام. ده بند. نرجع لموضوعنا تاني اللي هي المقاييس. احنا قلنا بعد المقاييس التعاطف والانجذاب او الحب والانجذاب بيجي عندك الاتفاق. لازم يكون في قيم، لازم يكون في اخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ايه؟ من ياتيكم ايه؟ عنده ايه؟ عنده دين وخلق. خلق. ركز جدا على كلمه الخلق، الاخلاق. اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. هنا اشمعنى الخلق؟ الاخلاق. مش هيضرب، مش هيشتم. لا في البدايه ده عنوان. يعني اي انسان سواء كان في بند الزواج او غير الزواج، اي انسان عنده اخلاق بيتعامل في حياته عموما في اي جانب من جوانب الحياه بيتعامل كويس جدا. ليه؟ لان في الاول وفي الاخر اول هدف قدام منه او اول شيء قدام منه بيفكر فيه هو ربنا، اخلاقه اللي الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا بها. يبقى الاخلاق مهمه جدا. يبقى لازم اللي انا هرتبط بيه او انت هترتبطي بيه لازم يكون عنده اخلاق. تمام. الاخلاق دي بالنسبه لي انا قاعده ثابته موجوده. هنبني عليها البيت او هنبني عليها العلاقه اللي انا هتكون من زواج في النهايه، لان طبعا اختيار شريك الحياه نهايته فين؟ نهايته الزواج. اكيد ملوش نهايه تانية.
تمام جميل. تمام زواج وبدايه اسره وهنبتدي بقى ايه عالم جديد بعد الموضوع دوت. لما تعرف ان هو خلقه كويسه ابتدي ناقشه، ابتدي ناقش خطيبك. انا ناقشه مش بنتكلم بقى في الحب، انا عايز اسمع منك كلام رومانسي، حبيني، انا عايز اخرج معاك، طب امسك ايدي، اسرح في عينيا. تمام. هو المفروض ان البند اللي هم يتكلموا فيه او الكلام اللي يتكلم فيه فيما بعد، ان هو فيما بعد ازاي هيبنوا اسره، ازاي هيبنوا اولاد، ازاي هيعيشوا حياه. اول سؤال هدفك ايه؟ تمام صح. اول سؤال صح. انت ارتبطت بيا، جميل، هدفك ايه؟ هنطلع اولاد نرميهم في الشارع، ولا هنطلع اولاد دكاتره، مدرسين، مهندسين، فيهم رئيس جمهوريه، فيهم رئيس محافظه. ابتدي اناقش. وخلي بال حضرتك برضو المناقشه منها بتعرف انت مين. تمام. تحدث، خليني اعرفك. احنا عندنا مثلا في علم النفس بيقول لك ايه، خليه يتنرفز او يخرج عن شعوره عشان اعرفك من جوه. تمام. هتشتم، هتقل ادبك، اخلاقك هتبان. هنا النقطة دي، هو الإنسان أعرفك. تمام. فدي نقطة مهمة نركز فيها، الولد يركز فيها مع البنت، والبنت تركز فيها مع الولد. في واحد يجي تقول لك لا أنا هدفي إن أنا عايز أتجوز واحد فري الحياة عادية، وهو طالع من أسرة جميلة، فاهم القيم الدينية والأخلاقية كويس، عايز يطلع يربي أجيال، تربي كمان أجيال. هنا أصبح السكوت ان أنا شفتها طالعة من بيت ملتزم، محجبة، مش عارف إيه، يبقى أنا بدأت الطريق صح بالظبط كده. ما خليش المناظر في اولاد واحفادي مع بعض، الله ينور، الاسره تبقى ماشيه مظبوط. ما خليش المناظر تخدعني، ما خليش الجمال مثلا او الشكل يخدعني. او ممكن كمان انا افهمها غلط كشكل. طب انت عرفتني؟ لا. طب يلا مبروك عليك، هتوصل للصدام. تمام. ومشاكل. تمام. طب احنا يعني من المؤكد ان في هناك لكل انسان بفيه قواعد ان هو ازاي يختار شريكه حياته. القواعد بتبدا من البيت. إيه لو انا ما عنديش ضغوط نفسيه وماما وبابا طالعين انا طالع معاهم سوي، هبتدي افكر. عشان مثلا انا اتجوز من واحده فرق بيني وبينها في الجسم كتير، دي مشكله. تمام صح. هبتدي احط القواعد من هنا. وخلي بال حضرتك لكل قاعده شواذ صح، يعني برضه عشان خاطر في ناس كتير قوي لما اجي اقول فرق العمر تتقف لي تقول لي لا فرق العمر ايه، ده النبي صلى الله عليه وسلم اتجوز مره الفرق عمر كان كبير، ومره الفرق عمر كان اكبر، كان هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، السيده عائشه والسيده خديجه. احنا فالناس بتحب تتمثل للي هي على هواها. تمام. لكن احنا برضو في الاول وفي الاخر بنقول ان عهد الرسول غير ايام دي. وغير كده تعالى النهارده نقول مثلا قاعده او اللي هي قانون كل قاعده شواذ جميل جدا. حضرتك او انا حبينا واحده عندها 60 سنه. ومثلا انا عمري يا عم 25 سنه، فرق كبير صح. تمام. هتيجي ازاي العلاقه؟ علماء النفس لما اتدخلوا قال لك ده علم اجتماع او علم ادب، تنافوا خالص، جابوا الاشخاص وبقوا يتحدثوا معاهم ويشوفوا الخرائط المستقبليه ليهم ووضعهم النفسي والصحي، لقوا الموضوع مقبول جدا مش مرفوض. الولد شخصيته كويسه، راجل يعرف يبقى اب، والبنت اللي هي عندها 50 سنه او 60 سنه او سين من سنها عندها قابليه انها تكون طفله وجسمها جميل وهي في نفس الوقت بتلعب رياضه، فالموضوع منتهي وصحتها كويسه. تمام. فايه المانع؟ يعني أصبح مش مبين ان في فرق في بالظبط. هنيجي نحطها على القواعد اللي هي مثلا الخصائص الجسمانيه هتلاقيها كويسه، المستوى الثقافي والعلمي هتلاقيها كويسه، هحطها في المستوى الاجتماعي كويسه. طب ما تناسبش الشاب ليه؟ وهيعيشوا قصه حب جميله، هتقعد تتفرج عليهم كده الله جميل. يبقى كل قاعده شواذ، بس اختار على القاعده صح. النهارده في بنات وفي اولاد بيبقوا في موضوع الجواز عايز يبقى هو الملك وهو الامير وهو الرومانسي، بس هو عايز يخرج من بيته، مرات ابوه مزهقاه. الجواز الهروبي، الجواز الهروبي نتيجته انه بعد ما حصل على الزواج، بص دخلنا في الزواج اهو، بعد ما حصل على الزواج ابتدى يبص بره بعين ثانيه. عايزين نفهم الناس يعني ايه المقاييس، يعني افهم نفسك. افهم نفسك الاول، انت طالع من بيت فيه اضرار نفسيه، فيه حاجات كتير، فعايز تتجوز وتخلص، او انت يا اختي عايزه تتجوزي وتخلصي، فدي مشكله كبيره، فلازم برضو نطرحها ونفهمها. طب دكتور محمد، يعني انا كنت بعرف حضرتك فقلت مدرب، يعني ما اظن ان في فرق بين مدرب او محاضر، يعني إيه في اسماء كتير جدا في علم النفس. فيعني هي انا بعشق لقب المدرب، لان احنا لما بيجي لنا الحياه اللي تتعامل معانا بيجي لك على اساس ان انت حد هتريحه. فاي مريض او اي حد تعبان نفسيا او جسمانيا بيبقى مخيلته ان انت معاك الفانوس السحري. تمام. ان انت تريح باله، وان هو داخل مهموم خارج. فالحمد لله يعني الاساتذه الدكاتره يعني اللي علموني فهموني الفرق بين المدرب والمحاضر، وعرفت يعني ايه المدرب، ان انا اخدك زي ما انت كده وافهمك. لازم اعلمك انت،
افهمك اخليك تبص بعينيك على البيت هتفهم فعلا ان انت طالع من البيت تعبان نفسيا، فبالتالي لازم تتفاعل وتتعامل مع المجتمع وانت سوي نفسيا. مفيش حقد، مفيش ان انت عايز تهرب من بابا وماما ومن الخناق في البيت عشان خاطر اتجوز. انت كده رايح على تهلكه. يعني احنا نسمي علم النفس ده علم الراحه النفسيه بس. هو فعلا علم الراحه النفسيه بدليل انه بيغير حياتك 380 درجه. وبتتعامل مع الناس وبتفهم. والله لو دخلنا على مثلا، خلي بال حضرتك، التنميه البشريه انا بكرر من عبر القناه اكتر من مره، التنميه البشريه ما هي الا السنه النبويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بالفكر الجديد. زمان حضرتك انت عارف السيده فاطمة رضي الله عنها لما كانت بتكلم النبي مين أول السيدات اللي هتخش الجنة، قالها امرأة الحطاب. طب مين امرأة الحطاب دي؟ يعني يمكن ناس كتير قوي ما تعرفش مين امرأة الحطاب. الست سيدة دي الحطاب دي كانت جوزها لما بيخرج فكانت هي كل شوية تطلع السطح فوق تقعد في الشمس تقول لك عايزة أحس بالعناء اللي جوزي فيه. الله، جميل إحساس. وتقول لك انا بشرب الميه سخنه عشان احس الميه اللي معاه واحس بيها بزوري. جميل. وتقول لك الوقت ما بيرجع، بص وقت ما بيرجع من البره بيلاقيني واقفه له كما تنتظر العروس زوجها. تمام. الله، ومعايا الماء البارد. يعني خلاص، واذا اراد ان ينام جهزت له المنام، واذا اراد ان يلعب او يداعب راني طفله في حضن ابيها. تمام. هل دي جت كده فطره ولا هل دي حد اصلا قبل ما تتجوز قعد وقال لها اتعلمت؟ جميل. اتعلمت وعندنا الوصايا العشر بالنبي ليها جميع امهات مصر وجميع امهات الوطن العربي والناس كلها. الوصايا العشر اللي هم ايه؟ خلي جوزك إيه؟ اللي هم طبعا موجودين عندنا احنا اللي هم الوصايا العربيه الوصايا العربيه بالظبط كده. جميل. طب هنا الاختلاف، يبقى في عندي خلل. لازم افهم الأب والأم من البداية إزاي البنت والولد يحطوا مقاييس لاختيار شريك الحياة. تمام. طيب محمد منصور بيربط ليه الخطوبة بالجواز؟ لأن هم استريت، إحنا تعلمنا أخطاء الخطوبة من الجواز. حبيبي اللي أنا ما شفتهوش غير طول اليوم على التليفون وعلى النت والكلام دوت، وكل واحد فينا روح نام. أنا ما شفتهوش في بيته عامل إزاي، ما شفتوش بيكلم ماما ازاي، ما شفتوش بيعامل اخوه ازاي. تمام. انا اعرفه ظاهريا، انما جوه البيت انا ما اعرفش اي حاجه عنه. جميل. ولو ان في الاول وفي الاخر الخطوبه والزواج فيما بعد اساسه ان هي هتدخل البيت ده وهتتعامل مع ده وهتشوف تعامله مع والده او بالزبط. مع والدته بالزبط. وهتعرفه على يعني احنا خلينا زي ما نقول تعرفه على حقيقته. يبقى ليه بقى احنا من البدايه هي ما تعرفنيش كشخصيتي في البيت؟ يبقى. مع اخويا، مع اختي، مع حاجه بسيطه قوي. نمسك واحده واحده. تمام. نمسك حاجه بسيطه قوي هنا، انا هتكلم عن نفسي معاكي بصراحه. صح. وانت بدليني نفس الامر، اتكلمي عن نفسك بصراحه. خلي بالك انا عصبي وبتعصب، ما بحبش حد يقول قدامي كلمه. يعني انا اكتر كلمه بتنرفز الناس اللي معايا حواليا كلمه عادي. يعني يقول لي في مصيبه حصلت اقول لك عادي. طب انا هعمل ايه؟ ما هي حصلت. فالطبيعي ان انا هفكر في حل. تمام. وده افضل شيء. لا يعني مثلا سبيل المثال، في ناس كتير قوي بتتضايق من كلمه عادي. يبقى انت تفهمها، اديها الكتالوج بتاعك. لا يعني احنا بنتكلم دلوقتي يا دكتور ان انا دلوقتي المفروض ان انا اعرفها، انا دلوقتي صفاتي كذا وكذا وكذا. بالظبط. بصراحه هي نفس النظام، ما هو كل لازم يكون بصراحه، لان بصراحة. في الاول وفي الاخر يعني هي اذا كان دلوقتي يعني خلينا المثل اللي بيقول اذا كان دلوقتي الخبر بفلوس بكره ببلاش. يعني جميل. بس ببلاش، بس هنتكلم كتير قوي. طبعا. فهو طبعا فيما بعد اكيد لازم هتشوف على طبيعه، ولعل وعسى فيما بعد هي لما تشوف في صفات ظهرت فيما بعد الزواج ده ممكن يكون سبب من اسباب الطلاق. اكيد. وهنا بنسميها انخداع، انا انخدعت فيك، انا انجرحت. ولما تبقى انجرحت مع شريك حياتك في البيت بتبقى صعبه قوي. تمام. صح. فمفيش بديل يعني. هي الفشل جاي. فعشان كده لازم المدرب او اللي ما عندهوش خبره كويسه في الحياه يروح للمدرب او يروح للاستشاري نفسي او يروح لارشاد اسري. لا، وبتاثر نفسيا على ما اظن يا دكتور فيما بعد. يعني لا قدر الله لو حصل مثلا فشل في العلاقة الزوجية أدت للطلاق، سواء الرجل أو المرأة فيما بعد بتأدي لسوء الحالة النفسية. هي بتبقى بصمة. بصمة ما بتتشالش، ما بتتمحيش. أنا اتطلقت عشان كذا، وممكن تلاقي طلاق حصل أكتر من مرة. طب الخلل فين؟ طيب خلينا نتكلم يا دكتور في مرحلة الخطوبة دلوقتي. تمام. يعني نتكلم شوية في مرحلة الخطوبة، ازاي ان انا اتعامل معها، ازاي ان احنا نعيش فترة كويسة جدا بدون مشاكل بدون زعل، وان هي فيما بعد الزواج سواء بعد شهرين بعد ثلاثة بعد اقل بعد اكتر انها تستمر العلاقة الزوجية بطريقة صحيحة مستمرة. هو اولا اتاحة الفرصة الكافية للتعرف. تمام. يعني لو قلنا اقل مده قد ايه كده؟ يعني احنا لو قلنا مثلا على المقاييس العلميه او العالميه اللي شغاله مش اقل من سنه.
كويس جدا، مش اقل من سنه. كويس جدا جدا. واشوفك في اكتر من موقف. اتفضل. في اكتر من موقف. موقف في المطعم، موقف الاكل اتاخر علينا، موقف بتحاسب سواق التاكسي واتنرفزت. في اكتر من موقف. موقف حد عاكسني وانت رديت عليه. تمام. بس حاليا دلوقتي يعني انا البنت اللي في علاقه مثلا بيني وبينها هي ما بتبصش لاي مثلا موقف، اذا كان هو مثلا حاسب ازاي او هو مثلا اتعامل مع فلان ازاي في موقف كذا، انما كل الفكره ان هي بتحب فلان ده ومهما يعمل هي مش شاغله دماغه غير ان هي بتحب فلان وفقط. ده غلط. هنا هنا بنفكر في الانجذاب. ما احنا ده غلط يعني. انا من وجهه نظري ده اكبر غلط، ان انت تبقى حياتك كلها ان انت بتحب فلان وان انت منجذبه له عاطفيا، ولكن ما بتفكريش بعقلك ان هو ازاي بيتعامل في موقف كذا وازاي لو حصل مشكله هو يتصرف كذا، وان انت تشاركيه في حاجه زي كده. بيحصل، بس هنا بنعمل ستوب للقلب. ستوب للقلب ازاي بقى؟ ستوب للقلب دي بسيطه جدا وسهله، وممكن كلنا نعملها في البيوت. اللي هو انا بحبك، خلاص، فببتدي اعكس الامر. طب انت بتحبني؟ القلب هيبتدي ينشغل. القلب، ايه ده؟ هو انا ايه اللي شككني في حبك؟ طب انا هرن عليه دلوقتي. بص الشك دخل ازاي. مجرد ما بترن لقيته انتظار او ايه، لقيت التليفون مشغول مقفول. طب هو مع مين وبيعمل ايه؟ من هنا حاجه اكيد. بص الموضوع اتقلب. فالستيب ستوب دوت للقلب سهل جدا. بس احنا عايزين نفتح العقل، نقول له ايه يا واعي او لا واعي، خلي بالك انت داخل على مرحله عمر. خلي بالك لازم تختبر شريك الحياه. خلي بالك لازم احنا في حاجه ما ذكرناهاش ومهمه جدا، بس انا اتمنى خليها الاخر، لان هي دي اللي هنعمل عليها البنيان الصحيح والاساسي. العلاقه، هم بره بيسموها العلاقه الروحانيه، احنا هنا العلاقه الدينيه. الدينيه، علاقتك بربنا ايه؟ وانا علاقتي بربنا ايه؟ صح. بتسمعي لمين؟ بتشاهدي لمين؟ مين اكتر الشيوخ بتحبيهم؟ ما في حد تيجي تقول له مثلا اكتر شيخ بحبه يقول لك مثلا والله مثلا وليكن انا بحب اسمع عم محمد منصور. لا 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 ما بحبهوش. تمام. وكتر ما الاسئله شغاله هتخلي القلب يركن والعقل يشتغل. طب عايزه تعملي ايه في البيت؟ طب ايه رايك لو عملنا اللون موف؟ طب ايه رايك لو عملنا اللون كذا؟ دخلنا في داخليات، وهي هتخش في نفس الداخليات. لكن انا ابص لك من منظر واحد بس اللي هو القلب، ان انا بحبك مش مهم اي حاجه تاني، لا احنا كده رايحين لسكه نهايتها الفشل. صح. طيب دور الوالد والوالده هنا ايه؟ احنا بنقول تملي، مفيش بنت بتخسر طول ما هي قريبه من ابوها. البنت استحاله تخسر طول ما هي قريبه من الوالد. تخسر ازاي؟ مش يعني تخسر ازاي؟ لما تصارح والدها وتقول يا بابا ده حصل كذا وكذا، يا بابا ده في حد تقدم لي، يا بابا ده الموضوع بيترخص في كذا وكذا وكذا النقط، وتفردها لبابا بصراحه. تمام. بابا عنده العلم. طب وانا اتمنى ان كل واحده في الوقت اللي احنا فيه ده ان هي تعمل كده، لان انا معظم اللي انا بشوفه يعني بان انا طالب في الجامعه كتير جدا ان انا بشوف البنت ان هي تتكلم مع فلان. انت ركز على كل السلبيات بس انا معاك. طب تمام. لان ده انا اللي بشوفه يعني، انا بتكلم على الوجه اللي انا شايفه قدام مني. هي الدنيا جميله وفي ناس جميله بالفعل. طبعا طبعا. بس يعني احنا بنتكلم في نقطه دلوقتي ان معظم مثلا البنات ان هي بتتكلم مثلا مع شاب ابوها مثلا ما يعرفش او امها، وهو مثلا موعدها بالجواز وهي نفس النظام. طب ما انت في الاول وفي الاخر انتوا الاثنين موعدين مع بعض، لكن فين البنيان الرئيسي اللي هو الاب والام، وانت نفس النظام الاب والام. لو هو دلوقتي حضرتك خارج من بيت عنده قيم واخلاق دينيه، الموضوع انتهى. طيب لو ما نقول للبنت، نديها نصيحه كده سريعه. تمام. اي بنت لما يتقدم لها حد ويكلمها ويقول لها ان انا بحبك وعايز اتجوزك واخطبك، عايزه تخش في الجديه تقول له تعالى البيت. صح. هيبين ده مين. صح. هي دي البنت اللي يعني انا مش عارف اوصفها ازاي. هي مش هتوصفها، لان هي هتبقى البنت اللي اتربت في بيت على اسس وقواعد دينيه. تمام. صحيح. وعلى مش عايز اركز على كلمه دينيه، لكن هي اخلاقيا ادبيا موجوده. يعني خلينا نكمل، هي دي البنت اللي اتربت كويس. بس اتربت كويس بناء على ايه؟ عن اب زمان كان شايف الرؤيه. عن ام فهمت الاب وشافت الرؤيه واتكيفوا على البيت الجميل وطلعوا طرح جميل لينا. والطرح ده هيربي اجيال. هي دي المشكله، الطرح اللي هيربي اجيال بعد كده. طيب والدي ووالدتك مع فارق العمر والسن، هم زمان ما كانوش يعرفوا الكلام ده ولا يبصوا بعين تانية بره. طب ليه هم طلعوا لقوا ان الاب بيجي من بلد بعيده يتجوز البنت خدها؟ لا لا يعني هي ما بصتش لعيوبه، هي بصت لمميزات الطرح اللي جاي. انا عايز اشوف النجاح في ولادي. وطلعوا لنا دكاتره وطلعوا لنا علماء وطلعوا. صح. يعني كانش فيه كان زمان غير كده يعني. حتى انا والدي والله لسه لحد امبارح بيقول لي انا زمان كان في حياء، ما كانش فيه حكايه الحب وانا بحبك والكلام ده كله، كان في احترام. بالزبط. كان في ادب، هو ده اللي خلى ان في التواصل وفي المحبه والتواصل. احنا ايام الابيض واسود كانوا بيشوفوا البوس
بيبصوا الاحضان على التلفزيون بيغمضوا عيونهم وساعات بيقفلوا القناه خالص. النهارده لا 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 يعني فهو انت لازم نتكلم على ايام النهارده. احنا النهارده لازم بقى لازم نعالج المشكله كلها بالنهارده. لا ده انا هعالجك ببكره. الحقك الحق الكوارث قبل ما تقع، الحق الكوادر، الحق اعمل عندي مدربين، الحق اعمل عندي استشاريين يلموا الموضوع نكثف. ولو ان هو في الاول وفي الاخر الانسان يبص لنفسه، يعني انا لو بقلب ولقيت موقف مثلا انسان او مثلا واحد وواحده في موقف غير لائق مثلا زي ما حضرتك مثلا بتتكلم كده، انا ما اشوفش يعني سبق علميا ونفسيا الناس اللي بتشاهد الافلام اللي هي الخليعه او اللي فيها اباحيه او 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 في خلايا في المخ بتموت. تمام تمام، على دراسات نفسيه. فانت رايح بينا لفين؟ تمام. النهارده البيت لو في حلال وحرام وفي صح وخطا وفي نتعامل في حدود المحدود جميل. طلعت لي طرح كويس. خلي بالك انا بركز على كلمه الطرح كويس، لان احنا في النهارده مثلا 40% واقع في جوازات غلط. مش هنقول لك ارجع، هنقول لك اتعلم وكمل. صح، يعني برضو احنا زي ما بنقول اختار شريك الحياه. احنا النهارده لما انت تتجوز وتقع مع شريك حياه مختلف عنك هنقول لك اتعلم ازاي تتعامل مع المختلف. طب وازاي ان احنا نصحح المشاكل دي كلها يا دكتور؟ المشاكل دي عايزه وعي وعايزه ثقافه. طب منين تيجي الثقافه؟ منين؟ بص اللي عايز حاجه بيروح لها. تمام، بس لا احنا مثلا انا في مجتمع، خلينا انا اتكلم عن نفسي مش ان انا متعلم او الكلام ده كله، خليني انا كشاب عادي وانا ما اعرفش الكلام ده كله. يعني حتى ما فيش ان انا مثلا اعرف مثلا الدكتور محمد منصور بيتكلم في موضوع زي ده، انا مثلا ما اعرفوش فلان، انا ما بتفرجش، طب انا اعرف كل ده منين؟ ممكن اسالك سؤال بسيط جدا؟ اتفضل. تقدر تقول لي لما تقع معاك مشكله كبيره بتروح لمين؟ لا يعني اقرب حد ليا هو والدي. في اي حاجه انا بوصل لوالدي اقول له انا عندي مشكله، المشكله هو بيوعيني يقول لي ده صح وده غلط. المشكله دلوقتي انت رحت بسرعه دورت على المرجعيه بتاعك. انا طول عمري بنادي بقول يا جماعه كل واحد فينا يعمل مرجعيه لنفسه. تمام يا جماعه لازم يكون لك مرجعيه. انا محمد منصور ليه مرجعيه الدكتور بتاعي. تمام. والدكتور بتاعي ليه مرجعيه الدكتور بتاعه. تمام، وهكذا وهكذا. طيب خلينا نكمل الحلقه الممتعه بتاعتنا، ولكن بعد الفاصل ده مشاهدينا الكرام الى فاصل قصير ونواصل، فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الكرام في كل مكان. رجعنا لكم بعد فاصل قصير، هنكمل مع فضيلة الدكتور محمد منصور مدرب إرشاد أسري. فضيلة الدكتور محمد منصور بنرحب بحضرتك مرة تانية. طبعا احنا اتكلمنا كلام جميل جدا وأنا شخصيا استفدت بيه كتير جدا. خلينا نكمل اختيار شريك الحياة، ولو ان من البنود المهمة في اختيار شريك الحياة الحب والسعادة، فيعني اتمنى ان حضرتك توضحهم لنا. اتفضل. اولا طبعا لو جينا نتكلم عن الحب مش هنفهم الحب بالمنطق الرومانسي الجامد قوي. اولا طبعا لازم تبقى كلنا عارفين ان في فرق بين الحب وبين الرومانسيه. الحب ليه تعريف والرومانسيه ليها تعريف تاني خالص. تمام. طيب لما نيجي نقول الحب، لما نحطه ونصنفه في اختيار شريك الحياه، انا بحبك اتعامل معاك ازاي؟ اولا لازم افهمك. بتحب ايه؟ بتكره ايه؟ بعد ما انا بحاول افهمك طبعا الشريك التاني هيكون حاول يفهمني. يبقى نحاول احنا نوجه لهم رساله كل منهما يفهم ايه؟ الاخر. يبقى كل منهما يفهم الاخر. وكل منهما ينظر لاعماق الاخر. لازم ابص في الداخل من جوه. ده مين؟ تمام. طبعا انت عارف حضرتك ان كل اللي بره غير اللي جوه. يعني انا ممكن تلاقيني بضحك وبهزر، بس لما بقعد مع نفسي اكيد حزين، اكيد زعلان. صح؟ ممكن انا بشخصيتين بثلاثه بتسعه بعشره. صح. فلازم كل واحد فينا ينظر لاعماق الاخر عشان اقدر اتاقلم معاك واوصل لحب. هنا انا بفكر بالعقل، بعد كده هعمل ستوب للعقل، هتعامل بالقلب، بعد كده الاثنين مع بعض. ولو اني على ما اظن ان الحب والرومانسيه الاثنين متكاملين مع بعض. هما متكاملين، بس الحب حاجه والرومانسيه حاجه. انا رومانسي مع نفسي، احب البس البدله جميله. تمام. يعني رومانسيه لا تطلق فقط على التعامل. بالعكس، انا اطالب النهارده واحنا من هنا ان كل حد يكون رومانسي مع نفسه. انت رومانسي مع نفسك هتبقى رومانسي مع غيرك. صح. انت واكيد تلاقي مشاعرك فياضه بتنتقل، بتعمل لك موجات ايجابيه تخرج منك. اللي هي الطاقه الايجابيه. انت رومانسي مع نفسك، بتحب تكتب، مجرد ما تمسك الورقه والقلم ترسم قلب وطير وتكتب حبيبتي التي ذهبت ولم تعود حبيبتي. رومانسي مع نفسك. صح. فالرومانسيه حاجه والحب حاجه. طيب إن يسعى كل منهما لإسعاد الآخر، يعني إحنا كل واحد فينا بيحب الآخر، يحاول إن هو يسعده، وفي نفس الوقت يحاول كل منهما، أنا بتكلم أهو بصفة الجمع، كل منهما لإيه؟ لتكميل الآخر. صح. يبقى أنا ببتدي أجيب إيجابيات أهو، يعني مالناش دعوة بسلبياتها خالص. تمام، تكميل الإيجابيات اللي هي كل منهما يسعى لتكميل الآخر. والله مثلا ده طول عمره بيحب الهدوء، يبقى أنا عارفة إن أنا هخليك المكان هادي.
جميل. يعني خلينا نقول ان هي كل انسان يريح التاني. لازم يكون عندي, احنا عندنا في علم النفس في حاجات كتير قوي طبعا تعريف لازم ناخدها, ين ويانج. انا هكلمك بقى بالبلدي, سالب وموجب. لكن لو الاثنين موجب مش هينفع. انا مثلا ممكن اجي معايا مذاكره او معايا اختبار لازم اسمع موسيقى كبيره ودوشه, طب وجوزي بيحب الهدوء هتطلق. لازم واحد صوته عالي شويه, هي صوتها هادي طبعا. لو المفروض مننا يسعى لتكميل الاخر كمله, وهو ده الحب. هنا بقى بنصنف الحب على العقل. الحب اكملك على العقل, مع العقل اكملك. ما انا بحبك مش عايزك تمشي بعيد عني. تمام. عايز اكذبك ليا, عايز يفضل الحب رايح جاي. طب اعمل ايه؟ ابتدي اجيب النقط اللي انت بتحبها هعملها عشان تزيد اعجاب بيا اكتر. ده 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 يعني كده العقل هو اللي بيشغل القلب. ما طبعا ده انت عشان تختار اختيار شريك حياه صحيح. تمام. ده بالنسبه للحب. طب بالنسبه للسعاده, السعاده موضوعها كبير جدا. اللي احنا النهارده تزعمنا ان هي ضاعت. تزعمنا ان هي ضاعت. ضاعت. اول حاجه في السعاده, وده سر من الاسرار اللي بتغير حياتك بسرعه. ما تفكرش في الماضي. ما تخليش الماضي يأثر في الحاضر. تمام. طيب في مقوله على طول انا بقولها في حكايه الماضي والحاضر والمستقبل. الماضي تاريخ. انا لو سالتك امبارح كنت فين, هتقول لي امبارح كان يوم 4/5 كنت في الحته الفلانيه. اصبح تاريخ بالنسبه لك وبالنسبه لي فماضي وانتهى. المستقبل بالنسبه لي وبالنسبه لك غموض. انا بعد بكره عندي شغل, طب انا مال لما يجي الشغل. غموض بعمل تمام. حسابه بس. يعني في حاجات واضحه وسجل كانها تاريخ, وفي حاجات غير واضحه لسه ما اعرفش. ده اللي جاي. طب النهارده اللقطه اللي انا قاعد فيها انا وانت دلوقتي بنسجل على الهواء, بس لابد ان يكون في ترتيبات يا دكتور. ما خليك بس يعني اعذرني. خد دلوقتي اللقطه اللي احنا قاعدين فيها دي, ده حاضر. ده بالنسبه لي انا وانت حاضر. تمام. نركز في الحاضر. يبقى انا وانت هنركز على شريك الحياه. طب ما احنا المستقبل, نبص مستقبلا يعني. غموض. حضرتك ما هو غموض يعني. انت لو حضرتك اتكلمنا احنا نقول مثلا بكره انا عندي مثلا ميعاد في المكان الفلاني الفلاني, يعني معنى كده الميعاد هتتكلم في ايه؟ تمام. يعني انت حضرتك مرتب ان انت هتروح هتعمل كذا هتعمل كذا. يبقى اذا في مرحله الزواج ايضا ان انت بتحط ترتيبات وقواعد. أيوة. فيما بعد انت عرفت بقى انا بربط للجواز ليه مع الخطوبه, وبروح هنا وارجع هنا. صح. لان هو تمام. الخطوبه قواعدها مش تمام. هتعرف تعمل لها سقفها ولا الليميت بتاعها غير فين؟ في الجواز. تمام. احكم عليك جواز ناجح او فاشل. احكم عليك تفهمت الاخر ولا ما تفهمتوش. احكم عليك ان انت لازم فعلا تروح لاستشاري او تروح لحد كبير عندك مرجعيتك عشان ما نصعبهاش للناس. تمام. ويفهمك يقول لك مراتك لو صوتها عالي زي مثلا ايه, مراتك صوتها عالي لا حاول تعرف ان هي بتحبك قوي. طب خلينا نتكلم يا دكتور. طب. يعني حتى احنا قبل ما وقت الحلقه ياخدنا واحنا هنكون زعلانين بصراحه جدا. لا يعني دلوقتي لو حصلت مشكله بين الزوج او الزوجه, ولا قدر الله طبعا ده الحاجه الرئيسيه ان زوجتي هي لو زعلانه انا طبعا ان احنا الاثنين نتفاهم مع بعض. بالظبط. طب لو وصلت الامور ان مفيش تفاهم, مين اقرب حد ان هو يقدر يعني يحل لنا المشكله؟ سؤال جميل جدا, وده طبعا احنا ده المفروض يعني ليه كلام كتير بس هختصره لك قوي. تمام. اولا انا وانت اصحاب, انا وانت اخوات. تمام. في بيت واحد. مش اجواز بقى. فعندي انا صاحبي احمد. فانت اتخانقت معايا يا اخويا, فانا رحت لصاحب احمد. حصل كذا يا احمد, اخويا زعق لاخوك, ده ما بيحبكش, ده بيغير منك. تمام. لان هو صاحبي زعلان عليا. فالمشكله لما تحصل مع الازواج ما يحكوش لاصحابهم. احكي للمرجعيه اللي احنا مخبيينه. مرجعيتي بابا ماما خالتي استاذي دكتوري صديقي اللي هو كبير في السن وفاهم. لكن في الاول وفي الاخر برضه هنقول ان احنا هنرجع للي اثر فينا, للمرجعيه. المرجعيه اثر فينا. هقول لحضرتك المرجعيه ممكن ما تاثرش فينا. لا دكتور صعب. عارف ليه؟ لان انت المرجعيه قبل ما تختاره مرجعيه هو عايزك انت ناجح وعايزك كويس وعايزك احسن حد في الدنيا واحسن منه. تمام. فالطبيعي المرجعيه عايز يحتويك ويطلع بيك للنور, عايز يشوف فيك حاجات كتير قوي هو مش فيه. تمام. فالمرجعيه بيحبك اكيد طبعا. انت بقى خلينا يا دكتور نشوف الفيديو ده ونرجع نكمل تاني. مره تانيه مشاهدينا الكرام في كل مكان, فضيله الدكتور محمد منصور, عايزين نتكلم اخيرا. يعني احنا قربنا على نهايه الحلقه, خلينا نكمل برضو ازاي يكون في سعاده بين الزوجين. ازاي يكون في سعاده؟ لازم كل واحد فينا يعمل ان هو يعدل التاني, ولازم يعمل ان هو يفرغ اللي جواه خارجيا مش داخليا. ازاي يعدل التاني؟ ما هقول لحضرتك. النهارده مشاكل البيوت كتير. الاطفال مزعجين جوه البيت عايزين ياخدوا راحتهم باللعب. الاب عايز ينام, الام ملخومه في الاكل, و و و هو يتقبل الوضع ده, يتقبل ان هو ينام بكده. يا اما يخرج يخلص شغله ويرجع بالليل يكون الولاد ناموا. يعني يحاول يعدل من نفسه. عدل منك انت, لان هو الاوضاع التانيه
لازم بعد ما انت هتتعدي. لو انت اتغيرت ليه؟ اتغيرت عشان انتوا واحد اتنين تلاتة. من هنا هتلفت نظر الاخر بتغييرك فهيتغير عشانك. المعادلة سهلة جدا. يعني انا النهاردة لما اكون ماشي مع حضرتك وطول ما انت ماشي بتعلي صوتك بتعلي صوتك بتعلي صوتك وانا ما بعليش ما بعليش ما بعليش ما بعليش فانا تعبت منك. صح. خلاص عايز بديل. هسيبك وامشي. مش هيبقى في تحمل. ففجأة لقيت ان انا بعلي صوتي بعلي صوتي بعلي صوتي فانت نزلت صوتك. فانت بتسألني انت عملت كده ليه؟ عشان انت توطي صوتك يا اخي. خلاص. الموجب والسالب. لازم اتقبلك واحتويك. خاصة في الاسر. طب في المخطوب والمخطوبة احتويك عشان اعرفك. انت وضعك ايه؟ تعاملك مع مين؟ فاختيار شريك الحياة مش سهل. مش سهل عشان كده احنا بنركز عليه قوي. اختاروا صح. طلعوا أولادنا فاهمين صح. ما تخبوش حاجة على أولادنا. ما حدش يلتفت للرومانسية والإعلام والحب والفيلم اللي كان حبيبي تايه مني ولقيته بعد 50 سنة. كل ده أوهام. ما نرميش نفسنا للأوهام للأحلام للإعلام لا لا. البيوت ليها حاجات تانية خالص. نبتدي نركز على الطرح اللي عندنا. نبتدي نركز على مشاكلنا الداخلية. تمام. الرومانسية والحب والعطاء والدفى من قلب الوالدين من قلب البيت. تمام. ونرجع للمرجعية الأساسية الأرجعية الدينية. لازم يكون في مرجعية دينية مرجعية أخلاقية مرجعية شخصية حد جديد ليك. تمام. طب فضيلة الدكتور محمد منصور مدرب إرشاد أسري أنا بشكر حضرتك جدا 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 لأن بجد استمتعنا بالحلقة الجميلة دي. يعني خلينا طبعا في المرات الحلقات الجاية إن شاء الله نحاول نحن نتكلم في الموضوع لأنه موضوع كبير ويستحق الاهتمام. مشاهدينا الكرام في كل مكان هكذا انتهى وقت هذه الحلقة. انتظرونا في الحلقة القادمة إن شاء الله ومع موضوع جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للتواصل مع قناة الصحة والجمال الموقع الرسمي للقناة www.saha.tv ويمكنكم مشاهدة برامج القناة على صفحة القناة على اليوتيوب www.youtube.com/elsahachannel وتابعوا صفحتنا على الفيسبوك www.facebook.com/elsahatv وعلى تويتر www.twitter.com/elsahatv